شيخ سليمان الشهاب شيخ نريد شيخ أن ندعوك شيخ أن تتلو علينا كتاب الله شيخ سليمان الشهاب من البلد الإسلامي مصر شيخ فلتفضل مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا.
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعي إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Oh.
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة ومن الليل فاسجد له نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه نحن خلقناهم
ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة أتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء
وما تشاء وما تشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها
ما شاء الله شيخ بارك الله فيك، لقد فرحت قلوبنا، أكرمك الله شيخ، فرحك الله.